يا أجهل أهل الأرض، يا أجهل أهل الأرض، يا من يدعى أحمد موسى، الكتابة بلغة أخرى تجيدها مثل لغتك الأم هي مهارة صحفية يعني كويسة. فلما يبقى في صحفي بيعرف يتكلم أسباني وهو صحفي فرنسي، فده صحفي ممتاز بيعرف يخاطب بلغة أخرى. فلما صحفي بيكتب بالعربي وبالإنجليزي لأنك جاهل ومخبر لأمن الدولة فلا تفهم. أنا الحقيقة ما رضيتش أرد عليك على تويتر لأن الرد كان لازم يكون على الهوا قدام الناس. عباس بيا كامل، أحمد بيا شعبان، يعني مجموعة الجهلاء اللي بيحكموا مصر. الكتابة بلغة أخرى مش جريمة، يا أغبى أهل الأرض، الكتابة بلغة أخرى هي مهارة صحفية. لما تحبوا تشتمونا وتهاجمونا بلاش تحسسوا على البطحة اللي على راسكم. حكاية إن عميل المخابرات الإنجليزية وبيبلغهم، يا أحمد دي البطحة اللي على راسك، تحسسش عليها كل يوم عشان يعني مفضوحة. إحنا بنشتغل والناس عارفة إحنا بنعمل إيه. التغريدة دي واحدة من تغريدات كتيرة جدا كتبتها وبكتبها وهفضل أكتبها. من يتعامل مع المخابرات هو من يفخر بإنه بيتعامل مع المخابرات، زيك كده وزي مصطفى بكري بيطلعوا له ايوه احنا عملاء المخابرات، ايوه احنا بتوع بلدنا. اوكي انت شغال عند المخابرات بياده في رجل المخابرات، انت حر، انت بتقبل على نفسك ده. احنا الحمد لله بنشتغل صحافه وبنكشف الحقيقه للناس. فالحقيقه دي كانت مجموعه من الاخبار المهمه متعلقه بموضوع علاء عبد الفتاح. خلينا نرجع للسؤال، بعد الضغوط الدوليه هل يفرج السيسي عن علاء عبد الفتاح؟ خليني ابدا في استقبال اتصالاتكم مباشره. معانا سماح من البحيره، اهلا بيك يا سماح. سماح معانا؟ طيب معانا ابو منا من مصر، اهلا بيك. ابو منا؟ طيب سماح معانا، رجعت لنا تاني، اهلا بيك يا سماح. السلام عليكم. عليكم السلام. سامعني يا دكتور؟ سامع كويس، اهلا وسهلا. اول حاجه ان انا بحبك جدا وبحترمك. السلام عليكم دكتور. انا معاك يا سماح، اتفضل. اول حاجه ان انا بحبك جدا. الله يخليك. وبحترمك جدا، بس بقول يا ريت يا ريت ننزله بجد يا دكتور. احنا مش لاقيين، مفيش، احنا نهد بيوتنا ومسجولين في الشارع بجد يا دكتور. لو ما طلعناش هنتردموا اكتر. على فكره يا دكتور انا مش متعلمه ولا معايا دبلون ولا معايا اي حاجه، والله العظيم والله العظيم ما حلتنا اي حاجه. مع السلامه. شكرا جزيلا يا سماح. معانا ابو منى من مصر، اهلا بيك. ابو منى ممكن تقفل التلفزيون لو سمحت يا مسهل. طيب شكرا جزيلا. سلمى من امريكا، اهلا بيك يا سلمى. اهلا دكتور اسامه، احب احيي حضرتك على شجاعتك. شكرا. ودايما انت لسان الحر المصري ولكل الحرائر وكل الاحرار في الخارج. شكرا جزيلا. السؤال بتاع سيادتك، الله يخليك، السؤال بتاع سيادتك، هل يفرج السيسي على علاء عبد الفتاح؟ هو حاط نفسه خلاص في خانه الياك، سواء افرج عنه هيبان كانه ضعيف خرقه او بلحه زي ما بيقولوا، ولو ما افرجش عنه هيوضع هو ومحمد بن سلمان وام بي زي محمد بن زايد في خانه صحاب المنشار. احب ازيدك كمان من بيت شعر يقال او اعلن ان الشيف عثمان الناشط اللي قاعد في امريكا راح يزور مامته في دبي واختفى، فاحتمال كبير جدا يكون اتخطف، فكده هو شغال في طريق مش كويس. قمة المناخ بقت دلوقتي قمة الحقوقيين المصريين والمعتقلين أو قمة علاء وسناء. إحنا إن شاء الله بإذن الله هنطفي عليه النور أربع وخميس في من 7 لـ7:15 بالليل اعتراضاً على اللي بيعمله، وهننزل الثورة يوم الجمعة، وهندعي الله دعاء تكبيرات العيد الكبير على أساس إن هو الخروف اللي هيتذبح هو ونظامه. شكراً اللي جزيلاً بيعمله. شكرا العفو. جزيلا ليكي سلمى من امريكا. معنا العسال من مصر، اهلا بيك. عسال؟ طيب شكرا جزيلا عسال. ثروت من ايطاليا، اهلا بيك. يا ثروت. ايوه دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. بالنسبة للمؤتمر ده زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو ده مؤتمر فضيحة السيسي،
لأن عندنا هنا في إيطاليا جورجيا ميلوني أعلنت هنا في التلفزيون، قالت أنا رايح مصر عشان أشوف موضوع ريجيني وأشوف المجرمين اللي قتلوا ريجيني إزاي ما تسلموش، وليا موقف حاسم مع السيسي في الموضوع ده. ريجيني وباتريك الاثنين، باتريك اللي هو اللي حابسينه في مصر طلعوه من السجن بس حابسينه. فقالت الموضوع ده بالنسبة لنا مهم، وده ولذلك هي ما وصلتش الحل معاه، فرجعت النهاردة تاني إيطاليا، سابته ورجعت على طول مباشرة. فإن شاء الله المؤتمر ده هيكون على دماغه بأمر الله، هو والعصابة المافيا بتاعته، وهو هو غصب عنه ممكن يفرج عن عبد الفتاح مش أشكرك بمزاجه. جدا يا ثروت من إيطاليا، شكرا جزيلا. أبو عبد الرحمن باعت رسالة بيقول: الأستاذ أسامة جويش حفظك الله ورعاك، سوف يتم الإفراج عن علاء عبد الفتاح غصبا عن السيسي وعصابته مثل ما فعلوا مع الناشط السياسي رامي شعث، وسوف يبحث النظام عن حجة لكي يبرر سبب خروجه. ولكن عندي سؤال لحضرتك، آلاف السجناء السياسيين في المعتقلات والسجون مش معاهم الجنسية البريطانية أو أي جنسية أجنبية، وليس لهم أخت تدافع عنهم مثل منى سيف، وليس لهم غير الله سبحانه وتعالى والتعويل على أحداث تغيير في نظام إجرامي فاشي مستبد، فمن الذي يتحدث ويثير قادة العالم من أجلهم؟ أشكرك جدا يا أبو عبد الرحمن على النقطة دي. طيب بصوا يا جماعة، إحنا في البرنامج عاملين حملة اسمها أنقذوهم، بنتكلم كل يوم عن معتقل. اللي بنقدر نعمله إن إحنا نتكلم بالإنجليزي عنهم أو بلغات أخرى، أو نعمل كامبين حملات حقوقية أو إعلامية للحديث عن المعتقلين، بنحاول نعمل ده. أكيد علاء ليه يعني ميزة خاصة إنه معاه جنسية أخرى، وأكيد إن إخواته البنات معاهم جنسية بريطانية، فده مدي الموضوع ثقل أكبر. لكن علاء معتقل سياسي وهو رمز للمعتقلين السياسيين الموجودين يا أبو عبد الرحمن، الضغط الشديد على النظام ربما يعني يجعل النظام في حالة حرج شديد جدا إنه يبدأ فعلا حملة إفراجات عن الناس، لأن التقارير اللي بتتكلم مش بتتكلم على علاء بس، بتتكلم ان علاء ده في ضمن 100,000 او 60,000 معتقل. فاللي عايز اقوله لك ان علاء عبد الفتاح الحديث عنه والمطالبه بخروجه هو فرصه حقيقيه لكل المعتقلين، لان ربما هذا النظام فعلا يتاثر سلبا بشكل كبير جدا بالضغوط اللي موجوده دلوقتي للافراج عن علاء عبد الفتاح. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك. معنا يوسف من المانيا، اهلا بيك يا يوسف. يوسف سمعنا يا دكتور؟ سامعك كويس، اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني اعتقد زي ما حصل قبل كده لما رئيس امريكا خد الاخت من السجن وهي وجوزها حجازي، فاعتقد هو تحت الضغوط الاوروبيه وتحت الضغوط العالميه وهو واقف في موقف يعني مش عارف هو يتحرك الحقيقه ولا يفكر، فممكن نطلع علاء عبد الفتاح، ودي هتكون خطوة إن شاء الله البداية نهاية هذا المجرم، وإحنا كلنا منتظرين 11/11 لنرى ماذا سيحدث. وإحنا هنا في ألمانيا في برلين خاصة عاملين وقفة يوم 11/11 الساعة 2:30 في برلين، ندعو الناس جميعا للحضور والمشاركة فيها لمساندة إخواتنا في مصر، وإن شاء الله يكون هذا اليوم هو نهاية هذا المجرم، وجزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك يا يوسف من ألمانيا. معانا أبو محمد من مصر، أهلا وسهلا. طيب فقدنا اتصال أبو محمد. معانا حد تاني، أبو فرح من سويسرا، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أهلا وسهلا. إزاي حالك؟ الحمد لله بخير. دايما وحشنا رغم انك قدامنا على طول. الله يخليك يا رب. انا بس عندي مداخله انه هو هيفرج عنه وجاد ما فوق رقبته طبعا، لان زي ما عمل معاه ترامب مع اي حجازي وجوزها وكده هو هيضطر الضغوط اللي عليه. مفيش قدامه حل تاني، واخد بالك ازاي؟ وانا اتمنى ان 11/11 تتم عشان نقلب الطاغيه ده ونخلق بقى كلهم والنظام بتاعهم الجزمة ده كله. تفتكر هيفرج عنه امتى؟ نعم؟ هيفرج عنه امتى ابو فرح؟ يعني الايام بكرة. دي ولا هيستنى القمة اما تخلص؟ بكرة ان شاء الله، بكرة قبل 11/11 ان شاء الله. طيب بشكرك طبعا جدا. انا ما اتمناش انه يحصل له حاجة على علاء فتاح، لان علاء فتاح هيبقى زي ابو عزيز في تونس، واخد بال حضرتك؟ ودي ممكن تفجر الدنيا خالص، فهو هيخاف من النقطة دي قوي.
أنا من وجهة نظري ما أعرفش يعني طبعا يعني. طيب شكرا جزيلا أبو فرح من سويسرا بشكرك. معنا سهام من إيطاليا، أهلا بيكي. السلام عليكم دكتور أسامة. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أنت من أحب الشخصيات لي، أنا تاني مرة أكلمك. الله خليك يا فندم. بص هو أنه يفرج عن علاء ممكن يفرج، بس أنا عايز أسألك سؤال. أنا مقيمة 40 سنة في أوروبا. هو من إمتى لما بناخد الجنسية بنستكمل ورق من مصر؟ اطرح السؤال ده، وكل اللي حامل الجنسية ما عملش ورق عشان ياخد الجنسية. هم تقريبا هو بيقولوا المشكلة أنه لازم يتنازل عن الجنسية المصرية، وان الاجراء ده لازم فيه ورقه من النائب العام، توكيل خاص من النائب العام، وان مصر متعنته في القرار ده اصلا لسه. يا دكتور اسامه، الناس كلها حامله جنسيتين حسب ما البلد الاوروبي اللي انت عايش فيها قالت تحتفظ او لا. ومع ذلك انا ليا ابن وكانت منع البلد اللي انا فيها حمل جنسيتين، السفاره طلعت له الجنسيه من تحت الترابيزه وما طلبش منا اي ورقه اعتمدها من مصر. تمام، بشكرك جدا استاذ سهام من ايطاليا، وبشكرك على كلامك في الاول. ابو محمد من لندن، اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك النهارده، هل يفرق السيسي عن علاء فتح او لا؟ هو ده سؤال ما يجاوبش عليه الا السيسي. انا لو جاوبت عليه يبقى انا بغششه، وخبر حضرتك فسيبه بغبائه يوصله للي هو فيه. يعني انت رايك ايه يعني؟ انت رايك بالضغوط الدوليه اللي موجوده دي هيفرج عنه ولا لا؟ مش عارف، بس هو ما اعتقدش انه هيفرج عنه. طب لو ما افرجش عنه هيكون الثوره. جميل، لو ما افرجش عنه ما اتمناش ان هو يفضل في الحبس يعني. أتمنى كل اللي محبوسين من أيام الثورة لغاية دلوقتي ربنا يفك كربهم يا رب، وإحنا يعني الواحد يعني حاسس بيهم جامد يعني. تمام. بس يعني الرئيس مرسي ولا علاء فتاح؟ ما هو الرئيس مرسي ما صعبش حتى على أي حد من حضرتك، وتصفى قدام كل العالم على هوا. صحيح، مفيش حد عمل حاجه، فتتوقع ايه من انسان زي ده يعني. بس هو سيبه الغباء وان شاء الله على موعد، على موعد، والشعب هو اللي يخرجه. طيب، ويخرج كل الباقي. بشكرك جدا يا ابو محمد. بمناسبه الحديث عن الرئيس مرسي الله يرحمه، وقصة أن الغرب لا يمكن يضغط يمكن ما يضغطش، النهاردة بيل ترو وهي صحفية في الاندبندنت البريطانية اشتغلت فترة طويلة جدا في مصر، وتم منعها وطردها من مصر ومنعها أنها ترجع تاني البلد الحقيقة. نشرت فيديو النهاردة لمراسل فايس نيوز لريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، وهو كان بيقول كلمة في مؤتمر المناخ بعدين نازل بيمشي، فمراسل فايس بيسأله ايه رأيك في موضوع علاء فتاح هتتكلم مع السيسي، فكان مشهد غريب جدا يعني، هو مثار انتقاد كبير جدا هنا في بريطانيا. الصحافة كلها بتتكلم على ريشي سوناك الجبان، ريشي سوناك رئيس الحكومة الخواف اللي خايف يجاوب على سؤال مراسل فايس عن مواطن بريطاني موجود في السجن اسمه علاء عبد الفتاح. تعالوا نشوف كده الفيديو ده ونرجع نعلم. أنا كتبت النهاردة على الفيديو ده، عملت له ريتويت وكتبت عليه شيم اون يو ريشي سوناك، العار عليك يعني ريشي سوناك، لأنه مشهد عرة بصراحة. يعني إحنا عمالين ننتقد دكتاتور جبان وطالق البلطجية بتوعه، معلش يعني ريشي سوناك ما تسترجل شوية يعني، أنت رئيس وزراء بريطانيا ومواطن بريطاني محبوس في البلد اللي أنت بتزورها، ما تقف زي البني آدمين ترد على المراسل. يعني إيه المشهد العجيب ده؟ يعني والله مشهد فعلا. النهارده قعدت اقرا التعليقات اللي عند بيل ترو وعند فايس يعني على الاكونت بتاعهم، بصراحه ماسحين بيه الارض فعلا، والله ماسحين بكرامته الارض. انت مش رئيس وزراء، حد قال له انت الجبان ريشي سوناك، قال مش عارف ايه، انت خايف من ايه يا عم؟ ما تقف زي الناس تقول له ايوه انا هتكلم مع السيسي، انا هقول له مش عارف ايه، انما ايه مشهد الجري والاسيستنت بتاعك عماله تحاسبه بايدها وايه يا جماعه المسخره دي؟ مشهد الحقيقه عره جدا نشرته بيل ترو زي ما قلت لحضراتكم. وبعدين كتبت تغريدة تانية بيل ترو، خلينا نقراها كده مع بعض، بتتكلم عن الوضع بتاعها في مصر ووضع صحفيين كتير. تغريدة تطلع قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي لبيل ترو الصحفية في الجارديان،
في الاندبندنت عفوا، قالت ان في صحفيين، مجموعه كبيره من الصحفيين البريطانيين اللي ما قدروش يحضروا قمه المناخ لان هم ممنوعين من السفر لمصر، في اعتقالات، في ترحيل، في كمان ان هم الغوا الاعتماد الصحفي بتاعهم وعملوا لهم منع من الدخول، وبالتالي ده منع مراسلين كتير جدا ان هم يتواصلوا مع المنصات الإعلامية البريطانية والتلفزيونات ووسائل الإعلام. لما بقول لك ان دي قمة الفضيحة صدقني انا مش طالع هنا ببالغ، اللي طالع بيقول لك اصله تحول من مرحلة الرئيس الى مرحلة الزعيم، اصل انا شاطر قوي وعارف انا بقول لك ايه، قول له جاتك خيبه، قول له واحده بقيمه بيلترو طالعه بتتكلم عن مجموعه من الصحفيين البريطانيين اللي ممنوعين من دخول مصر وخايفين من القبض عليهم وما خدوش الاعتماد الصحفي بتاعهم عشان يدخلوا قمه المناخ. نظام مفضوح فضيحه مش طبيعيه. لو انت بتعرف اي لغه ادخل اعمل سيرش باللغه اللي انت بتوجدها، هتقرا الفضائح اليوميه اللي بتتكتب كل ساعه عن النظام المهزأ ده. فعلا والله دي قمة تهزيق نظام عبد الفتاح السيسي. أنا زمان كنت بكتب على الفيسبوك النظام المهزأ وما كنتش بقولها على الهوى، لكن هي ما ينفعش يتقال عليهم إلا كده. يعني دي قمة تهزيق السيسي ونظامي. قمة المناخ اللي اسمها قمة علاء عبد الفتاح. نرجع للاتصالات، معنا محمد من كندا. أهلا بيك يا محمد. أهلا دكتور علاء، أهلا دكتور أسامة. أهلا وسهلا معاك. دكتور اسامه، انا حابب بس اوضح حاجه، ان فعلا هو السيسي حقد على نفسه غباء. هو عمال بيلوش في اعتقال ناس، وطبعا ناس مش ناس عاديين. يعني هو بيعتقد طبعا ان ابسط من اي حد بيتكلم بتفتيش الناس بمبالغه في الشوارع. كبت الكلام، كبت الحريات لكل الناس. هو بس مش بيعمل كده مع الناس اللي في مصر جوه مصر، ده هو كمان بيلوش مع الناس اللي معاهم جنسيات تانية زي عبد الفتاح. حد كان اتكلم برضو عن شريف عثمان. شريف عثمان هو ناشط امريكان سيتيزنشيب، هو اصلا اوريجيني هو من مصر، وهو ضابط في القوات المسلحه، ضابط سابق، وكان بيفتح كلام كتير جدا عن ابن السيسي وعن السيسي نفسه. فهو كان في زياره لوالدته في دبي، ودبي قضت عليه وحط الله اعلم حتى حاله ولا لا، بس طبعا في كلام كبير جدا من كل المقيمين في امريكا وفي كندا ان هم يبداوا يرفضوا السفاره الكنديه، السفاره الامريكيه في دبي، ويبداوا يبعثوا للسيناتورز بتوع الولايات بتاعهم ان هم حاولوا يسبورتوا. فاللي انا عايز اقوله ان هو بس مش بيدوس على صباع رجله، بان هو بيكمم اقواح الناس اللي جوه مصر، لا ده كمان بيبدا يلوش على ناس نشطين من بره، وده اللي هيسرع وهيزود من وظيفه الضغط عليه من بره. نعم. فده شيء مش طبيعي يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك يا محمد من كندا. معنا ابراهيم من بلجيكا. اهلا بك ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا دكتور اسامه، انا سعيد ان انا مشارك معكم في برنامج اخر كلام. انا اسعد. وكان طبعا نفسي اعمل مداخله من زمان يعني كثير. على العموم بالنسبة للسؤال اللي مكتوب عندي على الشاشة، هل يفرج السيسي عن علاء عبد الفتاح؟ أنا بعتقد هو يخضع لثلاث شروط. يعني إنه السيسي يفرج عن علاء عبد الفتاح يخضع لثلاث شروط. أول شيء الاتفاق اللي لازم يكون ما بين السيسي وما بين الجماعة اللي جايين على قمة المناخ، هذا واحد. اثنين، الاتفاق الخاص اللي احنا بنعرفه بالنسبه لاتفاق السيسي مع دوله اسرائيل. ليش؟ لانه الامن اللي في المنطقه اللي بيعتبر الامن العام لاسرائيل بينبع اساسه من مصر. يعني اذا كان في خلل في مصر او الدوله المحايده لاسرائيل هي دوله معاده لاسرائيل، يبقى في يصبح مشكله. النقطة الثالثة هو الضغط العالمي، على ما أعتقد يعني أنا من وجهة نظري الضغط العالمي اللي حيحصل من قمة المناخ على مش على عبد الفتاح السيسي بذات نفسه، لأنه عبد الفتاح السيسي بذات نفسه بيدار من قبل أشخاص أعلى من هيك، يعني من خلال إحنا بنحكي من خلال رؤساء العالم اللي إلهم مصالح في العالم كيف تدوير الدول العربية كما يشاؤون.
أما بالنسبة لإطلاق الأخ على حتى لو كانت الجهود كاملة حتى من أخته أو أخته الثانية اللي موجودة في بريطانيا أو أخته اللي موجودة حاليا في قمة المناخ حتى تحت حماية الأمم المتحدة لا يستطيع إخراجه بسهولة إلا تحت ضمانات. طيب أنا بس عايز أسألك سؤال يا إبراهيم معلش، كل اللي قلته كلام مهم، الاتفاق بين السيسي وقادة المناخ، الضغط العالمي، لكن إيه علاقة إسرائيل بخروج على عبد الفتاح؟ ما فهمتش النقطة دي. هقول لك حاجة. أساسا حضور الرؤساء بالكم هذا بيجي من أوامر مين؟ من أوامر الصهيونية العالمية اللي بتحرك النظام الأمريكي في الداخل، لأنه معلش أنت فاهم موضوع الانتخابات الأمريكية، طالما دخلت فيها إسرائيل الإسرائيل الداعمة للرئيس اللي طيب. اللي حطاه هي حينجحوا مباشرة بشكرك. وهذا السياسة العالمية فهم الكلام هذا. جدا إبراهيم. مش أنا اللي أنا يعني بخترح. أنت دخلتني في قصة تانية خالص دلوقتي، إسرائيل وهي اللي بعت الرؤساء كلهم. على كل حال هي وجهة نظرك يعني. أبو مريم من مصر أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم دكتور. السلام. أهلا وسهلا الحمد لله. ازاي حضرتك؟ المهم يا دكتور انا كنت عايز لي في عتابين بس لحضرتك. بالنسبه اول عتاب، الناس اللي بتبعت لك من اللجان يعني بتقعد ترد عليهم وبتاخد وقت من البرنامج، ودول اساسا لجان صدقني يعني. حاجه تاني بالنسبه لاحمد موسى، يعني ده تافه جدا يعني، انت ما تعملش دماغك راسك براسه. ده كمل يا ابو مريم. رحت فين ابو مريم؟ طيب فقدنا. على كل حال العتابين، العتاب الأول رسائل بتطلع وبرد وبيبقى فيها جزء يعني ممكن يكون رأي آخر بنقرأ لعل وعسى النقاش معاه يكون مفيد للناس. أحمد موسى لا أنا مش حاط راسي براسه، هو أقل يعني من أن أنا أتكلم عنه أصلا، لكن أنا قلت دايما النظام بيوجه لنا رسائل في هيئة هؤلاء موظفي المخابرات العامة والأذرع الإعلامية، وبالتالي أنا برد هنا على النظام، على عباس كامل، على أحمد شعبان، على عبد الفتاح السيسي. معنا خالد من الجيزة، أهلا بك خالد. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ اسامه. ازي صحتك؟ اهلا بيك. والله انا لي عندي نقطتين بس عايز اتكلم فيهم بخصوص الموضوع 11 11، لاني عرفت النهارده بالصدفه ان موقفين السواقين كلهم تقريبا، الميكروباصات وكل المواصلات هتقف يوم الجمعه دوت، فعايزين تعرفونا نقطه البدايه يعني بس مش اكتر من كده، او توجهونا يعني. تمام. لان الناس كلها قلقانه من كده، كل الناس قلقانه من كده اهوت يعني. خالد اقتراحات او برنامج عن الموضوع دوت يعني. طيب انا يعني. قلت قبل كده يعني الدعاء بتوع المظاهرات استضفتهم كلهم هنا، فبالتالي ممكن هم يقولوا نقطه البدايه والكلام ده. الحقيقه ما اعرفش، انا مش يعني من الدعاء للمظاهرات يعني. في الموضوع دوت يعني عشان نفتح نقاش بكره البداية. او بعده عن موضوع 11 11 تاني، ما فيش اي مشكله خالص. اشكرك جدا يا خالد من الجيزه. معنا العسال من مصر، رجع لنا تاني، اهلا بيك. عليكم. عليكم السلام. أنا هاخد من وقت حضرتك، هزود شوية في الوقت لو كان عندك يعني طيب خاطر. والله أنا ما عنديش مشكلة، بس المخرج هتلاقي هو اللي عنده مشكلة، فأقول بسرعة قبل ما يقطع علينا احنا الاثنين. حضرتك ربع ساعة وقفلت وأنت جبت سيرت أحمد موسى الفقري وهو بيقول لك هشد بشعري، هو أصلاً ما عندوش شعر عشان يشد. طب يلا ندخل في الموضوع على طول، اتفضل. تاني حاجة يعني هي مش كومة المناخ، احنا من الآخر يا دكتور احنا بلد اللقطة. هما قال الكلمتين عشان ياخدوا الصورتين ويعملوا بيهم ويضحكوا بيهم على الناس الغلابة. بس النهاردة الناس الغلابة بقى عندها وعي، فاهمة وعارفة وشايفة الأمور. إذا كان أنا سعيد جدا بالمطالبة بخروج علاء عبد الفتاح، ولكن إحنا كمجموعة داعيين للحراك وعلى الأرض وعندنا مجموعات إن شاء الله، وشايفة أن الأرض الحمد لله بتتحرك لصالحنا بأمر الله يا دكتور، إن شاء الله إحنا اللي هنخرج باقي المصريين اللي ما فيش دول تسأل عليهم غير أهلهم، هم اللي إن شاء الله يخرجوهم من المعتقلات يا دكتور. ممتاز. بأمر الله. وأخت علاء عبد الفتاح هكذا دور الست المصرية في الحراك إن شاء الله هيكون لها دور، إن شاء الله هيطلعوا وهيكبرونا وهيزغرطونا من البلكونات ساعة صلاة الجمعة إن شاء الله، كما إن في فعالية اسمها خليها ضلمة اللي إحنا هنطفي النور كل يوم إن شاء الله من هنا لغاية يوم الخميس الساعة 7 بالليل. إن شاء الله تكون فعالية كويسة في استجابة من الشارع المصري، إن شاء الله كلنا الشعب المصري هيكون إيد واحدة. طيب. ويتحرك، وكل ما زادت الضغطة الأمنية ووجودهم كل ما زادت قابلية الناس إن هي تنزل، لأن الناس فهمت، الناس شالت الخوف، الشعب المصري شعب قوي، شعب رجالة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، شاكرين على المنصات المحترمة اللي بتسمع لينا. مشكورك عسال جدا، ربنا يحفظكم ويوفقكم ويحفظ كل الناس اللي ناوية تنزل أو تعمل أي فعاليات.
آخر كلام في حلقة الليلة هو فيديو للعزيز بصراحة خالد أبو النجا، الفنان المصري الوطني المحترم اللي عامل مجهود غير طبيعي. خالد من أبناء ثورة يناير ولم يعني يماهي هذا النظام يوما ما، بل رفض الانقلاب العسكري ورفض هذه السلطة العسكرية الغاشمة على مدار سنوات الحقيقة، وهو من الناس اللي ليها دور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مخاطبة الغرب أيضا. فآخر كلام في حلقة الليلة هو فيديو خالد أبو النجا، أسيبكم معاه وأشوفكم بكرة بمشيئة الله. تصبحوا على خير.